السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى أن هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال كما العادة. شكرا جزيلا، تعليقكم الأكثر من رائعة. هذا الفيديو إن شاء الله غيكون أكثر من مفيد لجميع الأخوات، لكن خلوني قبل نحييكم ونحيي أختي لطيفة من طنجة، وأم إلياس، وكذلك مروة بوساتي، كنظن قلتها مزيان، مروة اللي دائما كتطلبني على هذا الفيديو. أسماء تكلمينا على الآلات، أسماء تكلمينا على غسالة الأواني. هذا الفيديو ما يكونش فقط الحديث على الآلات وغسالة الأواني، غيكون كذلك شرح ولا نعطيكم واحد السر للأخوات كلهم اللي الحمد لله تمكنهم شي حويجات، راه بداو كيلقاو وقيته لراسهم باش يقدروا يقراو، يقدروا يخدموا، يقدروا يديروا شي هواية، تقدر تربي ولادها، تقدر يبقى لها الوقت غير باش كي كنقولوا تنفس، هاي باش تنفسي، لان رجع واحد الضغط رهيب على النساء بالخصوص. يعني ما بقاش كتقول ما بقيتش اختي قادره تنفس، يعني الضغط كثره المسؤوليات. فكاينين شي حويجات اللي حنا انا ومجموعه الاخوات اللي كنقولوهم، واحده اخرى ما كتفهمهمش. مثلا انا غادي نقول لك لا راك مثلا تقراي ديري هذا، كتقول لك رقيت الوقت، انا راسي بقى لي غير القرايه، او لا خطي رقيت انا يعني الوقت باش نهاد عاد نبقى نكتب ونزوق. اختي انت مساليه قبك، ماشي مساليه قبي، الحمد لله، قولي لي مبروك، نجحت ودزت المستوى الرابع علوم ولا تخصص علوم شرعيه، المستوى الرابع نجحت بامتياز، ونقطه زوينه جدا عجبتني، وما ضاعش مجهودي، كنقرا كنخدم، عندي وليدات والصحة على قد الحال، وما كاينش داك المساندة كي كنقولو من شي طرف آخر. أنا مقاتلة مع وليداتي بهذا المعنى، بحالي بحال أي مرأة مغربية اللي مقاتلة، غير هو كاين أسرار، كاينين حويجات اللي كنشوف بهم أنا الحياة وطريقة التفكير، وكذلك كاين حويجات اللي كنملكهم كيساعدونا. من ضمنهم وغنعطيكم هنا وكتبت بالترتيب باش ما ننساش. احيانا تنبدا نهضر غير داويه وتنسى شي نقط مهمه، ملي كنراجع الفيديو كيبقى فيا حاجه كنقول علاش ما قلتهاش. المهم اخوتي، الالات اللي خاص اي مراه تكون عندها، سواء ربات بيت او لا عامله، اي مراه حتى ربات بيت راه ما خصهاش حياتها تبقى الكوزينه والمطبخ والوليدات وهذا، خصها تلقى وقيتها لراسها. نحفظ قراني، كاين اللي كيمشي داك الفكر ديال العيالات خرجوا، نحفظ قراني نلقى وقيتها صلاتي، راه الناس تلفات على صلاتها، راه الناس ما بقاش كتلقى وقت باش تعبد الله بقوه التلفه نتاع الاولاد والكوزينه والطياب والشغل ومجموعه نتاع الاشياء. فاول اله خصها تكون عند اي امراه، ما عندكش جمعي ليها، ديريها تحدي للسنه الجديده، رغبي راجلك عليها، تلحلحي عليها كي كنقولوا، تكون عندك في الدار، خصكي تملكيها، نخدم شي طرز شي حاجه باش نشريها، لان في الاخير انت اللي غادي تنفعك. غساله الملابس الاوتوماتيك، ما هذوك اللي كتكبي الماء وتزيدي، لا الاوتوماتيك كندير فيها الحوايج، لان كاينين حتى اللي كينشفوا، يعني كتخرجك تقريبا الحوايج علين ينشفوا وصافي، غير هكا شويه الهواء خفيف وهانتي حوايجاتك موجودين. الغساله الملابس ضروريه ضروريه ضروريه، ما خصهاش تخطا حتى شي بيت. حاجه اخرى اللي كنشوفها مهمه بالنسبه للناس اللي في اوروبا او اللي ساكنين في بريطانيا، حنا اللي في اوروبا علاش؟ حيت ما عندناش الشمس بزاف، ومازال اسبانيا شويه، اما كاين مناطق بحال كندا السويد هذا كاين مناطق اللي بارده ما كتكونش الشمس. النشافه الملابس شي حاجه روعه. انا عندي في الدار شنو نقولك، سهلت عليا الحياه، سهلت عليا، بخصوص ملي كيكون جايك شي حد كنحيد الطلامط في داك الساعات كنحيدهم. علاش كنقول لك هاد الالات؟ هاد الالات كيساعدوك ما تبقالكش روينه، ما كتضيعيش الوقت. كنحيد مثلا الطلامط، الكوفرليات، لي زور، كلشي، ونديرهم يتصبنوا ونجبدهم في البلا، نشفهم ونردهم في داك النهار، يعني في داك النهار قادره انك ترديهم. الريدويات وداكشي ما كتعانيش حتى تنشاف الحاجه ولا، ولكن النشافه ماشي شي حاجه ضروريه، ماشي شي حاجه، ولكن شي مناطق ضروريين، مناطق اللي تتكون فيهم الثلج البرد، كديري داك الحوايج 3 ايام 4 ايام هما غير في الطوال، تيطلقوا الريحه، ما كينشفوش، الدراري ما كيلقاو ما يلبسوا، البرد. يعني انا كنشوفها بالنسبه لي انا والوضع ديالي ضروريه، حيت كتفكني شي مره في الصباح مثلا تيحتاجوا شي حاجه كتفك. المهم، ولكن ماشي بالضروريات، الا لشي مناطق. الحاجه اللي مهمه ضروري خصها تكون في كل بيت، انا كنقول العيالات اللي باغين يلقاو الوقت، اما اللي عاجبها تجلس 24 ساعه ويصيق خمل طيب عجن غير اشغال البيت وحياتها كامله فقط شغل الدار، الله يسهل عليها ويرزقها صحيح حتى ويعاونها،
ما انتقدها من هذاك شغلها، كل واحد فين كيلقى سعادته. قلت لك الملابس النشافه على حسب الظروف الجويه نتاع كل منطقه. وحاجه اخرى، المجمد، المجمد ضروري خصو يكون. وهنا غنحل واحد القوسين اخواتي الكريمات، اللي كتجي وكتقول لك التجميد ماشي صحي، اختي راه المعلومه عندك خاطئه. ما تقولي سمعت، حنا كنقيلو كنسمعو العجب المعجب، سمعنا حنا الله وتكلموا فيه وسمعنا استغفر الله العجب العجاب في الدين، ولينا كنسمعوا العجب العجاب. يعني ما تقولي سمعت، كنجيب مصادر موثوقه، وكان كذلك كنزيدوا الخبرات نتاع الحياه ديالنا. الاجانب واللي هما دائما كتكون عندهم شانغولوم كيهتموا بالصحه ديالهم، يعني مستحيل يشجعوا شي حاجه وهي مضره للصحه ديالهم، حيت هما تيبغيو يخلدوا في الارض، عندهم داك الفكره نتاع كيخافوا الموت، كيبغيو يخلدوا في الارض، وهذه راه حتى في القران مذكوره وداكشي، فكيهتموا بالصحه لواحد الدرجه ماشي طبيعيه، يعني مستحيل. اوروبا عايشين غير بالجميد. اضافه اخوتي المعلومه خاطئه، علاش سمعتوها؟ سمعتها طريقه تجميد اللي غير صحيه كتكون احيانا، فهمتي؟ تجميد صحي ولكن الطريقه كتكون غير صحيه. ما غاديش تجيبي انت ميكاك حلا وديري فيها اللحم وتحطيها في المجمد، هذاك الشيء كلشي خراب، يعني ضيعتيه. ولا غنجيب مثلا شي حاجه سخونه ونديرها في طاسه البلاستيك ونحطها في المجمد. البلاستيك كنستعملوه في المجمد، لكن في الحاجه اللي كتكون بارده كنخليوها حتى تبرد عاد باش نهداك. ما غاديش نديرو طاسات اشياء لا علاقه لها. كاينين ميكات سبيسيال الكونجيلاتور، كاينين طيس، ما عنديش كنقضي، ولكن ما نقضيش بحاجه مضره، مع ما يسهل الله. بحال دابا انا حاليا عندي طاسات نتاع بلاستيك اللي كندير فيهم مثلا اشياء الخضره المقطعه، راني شاركت معكم مجموعه نتاع الاشياء، لكن كنتمنى نشري نتاع الزاج. نتاع الزاج اخوتي غاليين عليا حاليا بشويه بشويه، عم كنخطف، قلت انا عم كنخطف وحيده بوحيده حتى نكون واحد العدد اللي انا عارفه شحال خاصني بحكم التجربه ديالي، شحال كنخزن مثلا في الشهر. والمجمد علاش غينفعك؟ التحضير المسبق، الخضره مقطعه، اللحوم مصوبين ومقطعين، كل حاجه، هذه ديال الشوا، هذه ديال مثلا ديال التبخار، هذه ديال هذا، كذلك الربيع، القزبور، معدنوس، الثومه. بالنسبه للناس اللي كاينين شي مناطق ما يصلح لهمش التصبير، حيت كاين مناطق اللي ما كيصلح لهمش التصبير 100% بحال المناطق الحاره جدا ولا هذا، فالتصبير شويه ما كيكونش ناجح معاهم، فخصهم المجمد. المناطق اللي كتكون فيهم الحراره بزاف، فديري فيه الربع مقطع، الكرافس مقطع، مسائل الثومه، مجموعه الاشياء. هادشي الا كان واجد كيسهل عليك، هانتي كتربحي الوقت. ها هما هادشي ضروري، الا ما كانش عندك المجمد ما تقدريش. كذلك كتقدري ديري فيه الباسين تاع مجموعه الاشياء، مثلا عجينه البيتزا، حتى الخبز يمكن كيتجمدي فيه الا كان معجون بالخميره البلديه، والطريقه حفظتيه بواحد ميكاب البلاستيك اللي خاصه بالكونجيلاتور، غير مضر، المسمن، مجموعه تاع الاشياء اللي كنحطها ولكن لمده معلومه، واحد المده مثلا شهر ولا شي حاجه. كذلك المجمد كينفع لينا حنايا في الغربه، كاينين بزاف تاع الناس، وانا كنت ساكنه في واحد المنطقه اللي باش نمشي عند الجزار المغربي، حنا الجزار المغربي هنا كيكون كيبيع كل شيء اللي كيخص بالعرب، باش تشري الحلال كان كيخصني نضرب 80 كيلومتر. يعني واش انا بغيت نتسخر مره في الاسبوع، كنت كنمشي مره في الشهر، فاش كنتخلصو كنمشي كنتقضى نيشان اللحوم تاع الشهر وداكشي. واش فهمتوا؟ يعني المجمد كينفع بزاف، واخا يكون حداك الحانوت، واخا يكون حداك الجزار، غير في الدوره هذاك السخره نتاع كل نهار فيها مضيعه الوقت، مضيعه الفلوس، ويوميا كتزاد الاثمنه. انت كتمشي فكره كترجعي مصدومه، بحالي كديري التعذيب النفسي لراسك. مجمد دابا ارجع راتي بحال شي مساند رسمي للنفسيه بعدا ديال الناس. علاش؟ لان الغلا هذاك راه خصو موضوع، هاد الغلا كل مره كتفاجئي. عاد خليت البارح مطيشه مثلا ب 10 دراهم، اليوم لقيتها 240، غدا 260، وصلت 15 درهم. يعني كتمشي يوميا كتعن في راسك نفسيا، كتدخلي للسوق وانت عندك غا واحد الثمن قليل. مجمد كينفع، كنعرف راسي اش كندير، كنجيب مسائلين تاع الشهر، كنخبع مثلا في الكونجيلاتور اللي خاصو يتخبع، هذه اللي خاصها تصوب كنصوبها على تيسع، وتيبقى ليا الوقت. الكونجيلاتور هدرت عليه بزاف. الاله الثالثه ولا الرابعه اللي نقدروا نقولوا الضروريات 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 في هذا العصر ديالنا، الامهات اللي كيعجنوا يوميا عجانه، اللي كتعجن، الا كنتي كتعجني يوميا
فاللي كتعجن يوميا راه صعيب عليك. وواحد الاخت كانت عاودات لي قالت لي اختي انا تقهرت، قهرتني غير العجينه، قالت لي ما قهرني راجل، ما قهراني عجوزه، ما قهراني الويسات، ما قالت لي قهرتني العجينه. كتسكن مع العائله الكبيره، قالت لي يوميا تنعجنوا 15 الخبزه. صدمتني منين قالت لي 15 الخبزه، قالت لي كنديروا النوبه، ملي كتجي نوبتي كدير النوبه هي والويس، هي والعائله، المهم اللي بيناتهم عيالات. قالت لي ملي كتجي نوبتي كنكره، قالت لي ما كنحملش داك النهار اللي كتجيني فيه العجينه، قالت لي كتافي كيبغيو يطيحوا. قالت لي وبقيت كنخمم نشريها من فلوسي، قالت لي عندي فلوس مخبعه نشري العجانه وما نبقاش ندير داكشي، يعني داك العجينه. حتى 15 الخبزه بقيت تعجني تعجني، وغير بعض الخبزات يوميا نوض نعجن، يوميا نوض نعجن. عطيها بس تجي زوينه خصها دليك، فالعجانه كتحطيها كدور كتدلك في الوقت اللي تكون كتدلك. ها انا جالسه كنغسل معناتي، هذاك الوقت اللي كنغسل المعرض تكون العجينه رجعت هكا تدلكات مزيان. ها انا جالسه مع وليداتي كنفطر مثلا والخبز راه كدور حدايا كتعجن. ها انا مثلا كنت هاود المهم مع الزوج مع حاجه اخرى كنديرها في ذاك الوقت وكنستمتع بالحياه ديالي. يعني في اخر النهار ملي كتلقاي راسك عندك هاد الالات وكل حاجه كتعطيها المهم، هادو راه بحال عيالات، وحده مره كتصب لك، وحده مره كتعجن لك، وحده مره كتنشف لك الحوايج، ومره كت هذا، هادو زوينين. الالات العجن للنساء اللي كيعجنوا يوميا واللي كيديروا فطائر لوليدات واللي كدير الكوتي وكتوكل وليداتها ماكله الدار. العجانه ان شاء الله غنشوفوا كيفاش نديروا لهاد الشيء اللي ما عندهمش. ضروره اخوتي شوفوا يكونوا رغبي راجلك تهلاي فيه، ما عرفتش شنو غادي دير انت راكي مرا صاحبتي، خدمي القدرات الانثويه ديالك، الله يرحم لك الوالدين، جيب ليا العجانه، جيب ليا هذا، جيب ليا، طلبيه كل مره على حاجه، ولا كان كيعطيك المصروف حاولي تداخري. تقلوا الغسالة الأواني، غسالة الأواني اللي ولات مؤخرا ضجة، حتى هي كلشي ولا باغي يشريها كلشي. أنا خوتي جمعت لها مدة عامين باش شريتها، دازو عندي جوج غسالات. الغسالة الأولى اللي كنت شريتها بالشهوة وداكشي كانت غزالة، الماركة نتاع إيكرون، وتا الماركة إل جي كيشكروها الناس، يعني صديقتي داك الرومانية عندها إل جي قالت لي سنين وكتغسل تبارك الله كلشي. هاد إيكرون أنا اللي جربتها فاش كنت رايحلة لهاد الدار هادي، ما جبتهاش معايا مول الدار الكره اللي كنت كاريه عنده، قال لي بلا ما تحيديها من بلاصه نخلصك فيها. قلت فيها خير، جيت تنديباني دابا بوحده، فاش جيت لهنا كنت استعملت داك الفلوس، ما عارف مين كتبغي تشري الدار تيكون ناقص لك الفلوس باش نخلص باش ندير باش، ما كانتش عندي واحد الفتره. مؤخرا جاب لي زوجي واحد الغساله الاواني غير من القديم ما بيهاش، ولكن غنعطيكم رايي الصحيح، اللي بغات تشري غساله الاواني وبغات تستعملها يوميا تشري الصغيره ما تشريش كبيره. انا شريت كبيره، ما تشوفي داك الكبيره هكا وبالمجوره والطبقه فين حط الطبق المعلق، هذيك اللي من كتصلح العائلات الكبرى، الناس اللي عندهم الدخل والخارج الضياف، الناس اللي كياكلوا تا وليداتهم كل واحد طبصيلو وداك الشيء، يعني قوت الطباصل قوت هذا كتصلح وكتنفع. وغساله الاواني الافاده ديالها في الزوينه، ملي كتكوني مريضه عيانه كتقدر تنفعك، ملي كتبغي ديري التنظيف العميق للفيترينات الا كانوا عندك الماء عندك شي كتحشي فيها كلشي كتنفعك. انا كتنفعني فاش كنبغي نعقم القراعي نتاع التخزين نتاع التصبير، عندي كميه كبيره ديال القراعي، راه ازيد من 100 قرعه عندي لان كندير فيه التصبير السنوي، فهاديك كتغسلهم لي وكتعقمهم. هي الجميل في انك تعقم الاواني وكتاكلي في واحد الحاجه نقيه وزوينه، ولكن الاستعمال اليومي انا ما نفعتنيش الاستعمال اليومي. علاش؟ لان كنلقى الاستعمال اليومي شحال من خطره كنكون مثلا عندنا كلينا في طبق واحد كاملين مجموعين، شحال هذه فاش كانوا وليداتي صغار كنت كنعطي كل واحد طبقه، دابا بزاف الاطباق وليت كاين اطباق اللي كتبغي تشاركي فيهم هكا داك الالفه كتجي، حنا مغاربه وعرب راكم عارفين كنبغيو ناكلو مجموعين. كنلقى راسي يعني في التالين تاع النهار، حيت انا عندي كبيره، انا قلت لك خديها صغيره، عندي كبيره، كنلقى راسي حطيت مثلا الكيسان ديال الفطور واحد شويش طباصل كنلقاها بقات خاويه، وكنلقى الكوكود ولا الطاجين ولا داك الكسكاس الكبير ولا داك الشيء اللي كنطيب، حيت انا كنطيب ماكله ثقيله، يعني ماكله اكثر اللي كنطيب ماكله تقليديه وداك الشيء، كتلقاي راسك حتى لي النهار نص الماع اللي صحيح واللي هذاك غسلتيه بيديك، كيبقى هكذا جوج كيسان كتقولي تا هادو نشعل عليهم الماكينه كتغسليهم. ولكن كما قلت كتنفعني ملي كنبغيت ندير تنظيف الفيترين الاخرى المعان اللي كيكون عندي كثار، ملي كنبغي القراعي كتنفع. فالخلاصه نتاع اله غسل الاواني انا من منظوري ما كنشوفهاش من الضروريات، الضروريات بحال غساله الملابس، غساله الملابس هذه والمجمد والعجانه، ثلاثه د الاشياء اللي اولا ثلاثه د الاشياء اللي ضروريين يكونوا في كل بيت.
يكونوا في كل بيت كيسهلوا عليك الحياة. ورا غسالة الملابس حنا عندنا وشي مرة كتفيضي بالحوايج، راه الا ما صبنتش يوميا، انا بعدا شخصيا الا ما صبنتش يوميا كنلقى كركوبه هكا د الحوايج نتاع الدراري، اللي مشى الرياضه اللي دوش وهذا اللي تبارك الله الزوج. انا يعني فهمتو، كاين من يتصبن لي زور الملايات، مجموعه د الاشياء اللي غسلت الاواني نحط فيها حويجاتي ونمشي نقضي اشياء اخرى. حاجه اخرى اخوتي اللي دابا كما قلنا من المهم، حنا غاديين من الاهم للمهم، قلنا غسالة الملابس، مجمد، آلة العجل، العجينة، غسالة الأواني بالحق الا بغيتي تستعملها يوميا تكون صغيره. كاينه عاود دابا اللي كنشوفها انا من الضروريات، هي الطحانه ديال الهاشوار ولا شنو كيقولوا، طحانه ديال الربيع، ديال الثومه، ديال علاش هذيك ضروري خصها تكون مع المجمد. منين تاخدي المجمد خصها تكون معك، علاش؟ باش مي كان تقي عاد تقطعي هكاك بيديك وداكشي صعيبه. بغيت انا نقطع حتى بغيت نشري حتى هذيك ديال اللي كتقطع الخضره، حيت انا كندير التحضير المسبق نتاع الخضره، وراه كنت شاركت معاكم فيديو وداك تقطع خيزو رقيق والقرعه وداك الشيء وكياخد لي واحد الوقت. ما بغيت نشري داك القطاعه ويكون عندي الحمد لله كل شيء اللي غيساعدني في البيت ديالي. واش فهمتوا؟ الهشوار ضروري كطحني بها مجموعه ديال الاشياء كما قلت لك، الربيع، الثومه، الكرافس، كاين اشياء مثلا كتبغي ديري شي شيوه ديال الكاطو طحني، الكوك انا عاود الكاوكاو، اللوز، كتنفع ضروريه هذه العيالات. انا كنقول اللي كيبغيو يديروا شهيوات، اللي كيبغيو يخليوا الوقت ليهم، اللي مقابله دارها واللي كطيب في دارها، هادشي من الضروريات. حاجه اخرى اخوتي اللي ولات دابا الترند كي كنقولوا، الناس ولاو كلشي كيشري القلايه الهوائيه. القلايه الهوائيه اخوتي شغنقول لكم، انا صبليون قالوا لي ماشي صحيه، ولكن غير سمعنا ما مأكداش ما نعطيكمش التصحيح. واحد ولكن هاد الاشخاص اللي قالوا لي كانوا ثق فيهم، الناس مهتمين بهذا المجال الصحه وداكشي، يعني عارفهم يعني كيبحثوا. قالوا لي القلايه الهوائيه، وما اللي قالوا لي تاع المجمد، وبديت كنبحث معاهم وعطوني دراسات على المجمد وراه نافع وشرحوا لي مزيان يعني، ولكن هما قالوا لي القلايه الهوائيه هي فعلا كتقتصدي في الزيت، كتقتصدي في يعني في ديك الروينه في الاوساخ، يعني ما كيبقاش داك الزيت كيطير، كديري فيها في الفله ما كترونكش، وكتخرج داك الشيء غزال بحال الجناوح نتاع الدجاج. الدجاج كتحمرو تحميره فنه، ماشي بحال اللي عاد كتبقاي تقلي الدجاجه في الزيت ولا تحمريها في الفران ولا داك الروينه. كتنفع هي من الوساخ، كتنفع من هذا، كتنفع، ولكن قالك داك كيفاش كيدور داك الهواء فيها وداك الشيء كله ماشي صحي، قالك ماشي صحي الماكله، والله اعلم. المهم حنا اقتصدنا على الزيت اللي غالي، المهم كوميم هي كتبقى احسن من المقله، لان المقله حتى هي راه مضره، القلي مضر وزيد عاد الزيت مضر في الجيب وفي الصحه، اللهم خلينا نضروا غير بحاجه واحده. المهم هادشي اللي كاين اخوتي، القلايه الهوائيه انا جربتها وعندي في الدار، وغير ربي سهل فيها، كون غير طلبت شي طلبه، كون غير طلبت شي طلبه. كنت كنقول انا كنشوف القلايه الهوائيه كنقول واحد صاحبتي شجعتني عليها، حيت وراتني تبارك الله الدجاج والصوصيص وداكشي كيفاش كيخرج مقاد مصوب، فقلت انا بغيت 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 بغيت. واحد المره الزوج ديالي عيط لواحد السيد كيعرفو هنا اسباني وعطاها له، قال له شوف راه عندي شي الات هكا هادي مع شي تخربيزات، عطاه تباقي الاخر للمصلح اللي راني صدقته سبيل الله. وقلت واش قلايه هوائيه هادي ما يمكنش؟ واش؟ قال لك هو كبير بقى بوحدو ما كيستعملش هادشي. وقلايه زوينه وهي اللي عندي انا، ما شريتهاش اخوتي باش ما نقدرش نعطيكم الثمن، راه كون غير طلبت شي حاجه سبحان الله، والله الا ملي كنطلب شي حاجه الحمد لله حتى كنلقاها حضرت، حمدك يا ربي وشكرتك، الله يرزقكم من واسع فضله. هادشي اللي كاين اخوتي في الالات اللي نقدر نفيدكم، هادو من الضروريين. حاجه اخرى غندوزو لهم هي كيفاش غادي تكون عندي، جمعوا لهم اخوتي، جمعي، ما تقوليش لا واش انا غنبقى نجمع مو جمع اختي وانت جالسه اش كديري، نقتصد من المصروف. هذوك راه اهداف وتحديات صغيره، وهنا تجربي راسك واش لاله مولاتي، وتجربي راسك واش تقدري على التحديات الكبيره، حيت الناس اللي باغا تشري دار، باغا تشري طوموبيل، بداي تعودي النفس ديالك اول حاجه بالتحديات الصغيره، نجمع باش نشري اله، نجمع باش نشري عجانه، نجمع باش نشري ريسبيرات. تا الريسبيراتور نسيت اخوتي، هانتوما علاش خصني ما انا مقيده ونسيت الريسبيراتور. الناس اللي عندهم الزرابه، اللي عندهم الزطايم، اللي عندهم الحيوانات بحال القطيط وداكشي، ريسبيراتور كتنفع،
لانك عكس الشطابه. الشطابه صراحه الله انا كنستعملها في البيت ديالي، ولكن مع الزربيه وداك الشيء ما كيكونش داك الشيء نقي نقي. انا كنقول لكم بغيتوا الديور تكون ديوركم نقيقين، النظافه تكون بجوده عاليه، وفي نفس الوقت يبقى لي الوقت ونحافظ على الصحه ديالي. هذيك الشطابه كتبقى، وكاين اللي عندهم داك كتحني باش قد ضرب الزربيه هكا، فراه صعيب عرفتي، ما كتسالي حتى كتلقاي الكتاف ديالك طاحو، ريسبيراتور طاق 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 دغيا كدوزي وهانتي بخير. فالخلاصه نتاع هذا الفيديو كنتمنى انه يكون فادكم، وندعي معكم الله يرزقكم من واسع فضله باش تقدروا تحققوا احلامكم ولو بسيطه، ولكن راها نافعه وكتحدث لنا حنا العيالات واحد السعاده في شكل ملي كيكون عندك هذا الشيء صراحه الله. ولكن واحد النقطه نهضروا عليها، راه اللي موسخه ومكرفصه راه مكرفصه وخا تمتلك الدنيا كامله، اللي خصنا نخدموا عليها مزيان مزيان ونفكروا قبل ما نشريو اي حاجه واش التفكير ديالنا الصراحه. لان انا كنشوف الناس عندهم كل شيء، عندهم كل شيء، الغساله الصبانه النشافه جميع الالات والفلوس وهذا، ولكن هذا ما الدرع ما كاينش والتفكير ما كاينش. الانسان يحاول يفكر انه لابد ليه من اكرام النفس، خليكم من واجبي ما واجب، من اكرام النفس، نعيش في بيئه نقيه. والبيت النظيف راه واحد البيت اللي كيخليك واحد متسع في التفكير زوين، كيخليك الوقت وكيخليك مجموعه تاع الاشياء، وكيهدن من عصبيتك وبزاف ما يتقال في البيوت. ان شاء الله مازال السنه الجديده غنمشي معكم وغنحاول دائما انني نرمي لكم تطبيقي. لكن اخوتي لقيت شحال من فيديو مثلا التطبيق اللي كنشارك معكم ما كنلقاش اقبال في المشاهده، ما فهمتش، واخا كنقول انايا نهربكم شي شويه من دوي 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 تشوفوا على ارض الواقع، ولكن ما كنلقاش داك المشاهده بحال اللي كنكون غير جالسه معكم هكا. المهم نختم معكم، ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. شكرا لكم.